بسماء الطلحي مامون ديال ميار. يعني صراحه انا ما تعرفتش عليه او كور ديال لا غروسيس، مي ابري لا كوشمون عاد عرفت بان الطفله ديالي مصابه بمتلازمات الضوء. يعني حنا كنعيشوا عادي كي بحال خاها، يعني كتلعب كدير البساله كدير الشطونات الهضورات صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للمجتمع يعني كنتعايشوا حتى مع المجتمع، يعني ما كنشوفش بان كاين شي مشكل في المجتمع، حيتاش انا ما حطاش في راسي بان راه بنتي راه مغيره على الاطفال عاديين. يعني انا كنشوفها بانها طفله عاديه، ولهذا درت ليها انستغرام ولات طفله مشهوره في مواقع التواصل الاجتماعي. من الواجب ديالي ان نعرفوا بالمتلازمه داون او لاتريزومي 21. لاتريزومي 21 او متلازمه الداون او الثلاثي السبغي هو اضطراب سبغي يحدث نتيجه خلل انقسام الكروموزوم 21. الوغ من بين الاسباب ديالو هناك عده اسباب. الوغ من بين الاسباب الرئيسيه كيكون عندنا عامل الوراثه. الوغ بعض الاحيان كيكون عندنا سن الام. الوغ ملي كيكون عندنا سن الام الام كتبغي انها توقع في حمل في واحد السن اللي هو سن اللي هو متاخر، يمكن يكون عامل في على تريزومي 21 او الاصابه الطفل بمتلازمه الداون، وكذا القرابه ما بين الازواج. هاد الطفله هادي هي الحب ديال الدار، هي الفرحه ديالنا، هي الرزيق ديالنا، هي السعاده ديالنا. من دخلت علينا دخلت الحمد لله السعاده والفرحه، وحياتنا واخا تبدلات شويه، يعني حيتاش شويه ديال الجهد ماشي كيبحال الاطفال العاديين زعما بالعباره التاليه، يعني ماشي حتى هما اطفال عاديين، ولكن ما نقدروش نقول لك بانهما خصهم خصني نقول لك بانهما خصهم بزاف ديال المجهودات، خصهم بزاف ديال المقابله، ماشي كيبحال الاطفال الاخرين اللي كيتقدروا يتعلموا كل شيء راسهم. لا، انت خاصك تعلمهم كيفاش يمشي وكيفاش يقرا وكيفاش يهضروا كيفاش هذا، وهذا الشيء ناتج عن ارتخاء العضلات اللي كيعانيوا منها. وهذا الشيء علاش حنا كنمشيو عند المختصين اللي كيعاونونا باش نخليو وليداتنا بحالهم بحال الاطفال العاديين. كتمشي للمدرسه مع الاطفال العاديين، يعني انا مدخلاها مدرسه عاديه مع اطفال عاديين باش يعني كما كنقولوا تاثر بالاطفال العاديين وتولي دير كيبحال الاطفال العاديين. ما بين الاعراض الجسديه يمكن لنا نعرفوا انه الطفل ذوي متلازمه الداون من خلال عده اعراض. الوغ هناك اعراض جسديه كما هناك اعراض ذهنيه. الوغ ما بين الاعراض الجسديه الطفل كيكون عنده قصور القامه وقصور الرقبه، كذا ضعف العضلات، شيء الذي كيخليه انه يكون عنده تاخر في المشي وكذا تاخر في الكلام. ولهذا كنصحوا الاباء والاولياء بالتدخل المبكر في السن المبكر لتفادي تاخر النمو الطفل ذوي متلازمات الداون. بالنسبه للاعراض الذهنيه كيكون لنا تاخر في الفهم وكذا تاخر في المهارات العقليه، ولكن هذا ما كينفيش انه الطفل اون فوا كنديروا واحد التدخل مبكر الطفل كيتجاوز مرحله التاخر وكيكون النمو الذهني ديالو طبيعي كسائر الاطفال، وبذلك يمكن له انه يندمج في المجتمع بطريقه عاديه، انه يكون عنده الحق في حتى مدروس مع جميع الاطفال العاديين، وكذا لما لا الحصول على وظيفه ان شاء الله من كبر. صراحه هذا الشيء كيتطلب بزاف ديال الماده. انا كنقول الله يكون في العون الناس اللي ما عندهمش الله يكون في عونهم، باسكو هذا الشيء مكلف، جد مكلف. طبعا كنقول لك بان كاين جمعيات، ماشي ما كاينش جمعيات، ولكن الجمعيات ما كتاخذش لا بريزون شارج ديال الطفل من الصغر ديالو حتى الكبر ديالو، يعني كاين واحد الوقت محدد وكتقول لك صافي الله يعاونك. دونك انا ما كرهتش من الحكومه انها تشوف لنا حل بالنسبه لهاد الاطفال هادو، ولا بالنسبه للاطفال بصفه عامه المعاقين ولا اللي كيعانيوا من اي عاهه، انها تدير معاهم حل وتحاول تشوف من حلهم. كاين امهات واباء اللي مساكن ما فحالهمش دراوش، ما عندهمش حتى القوت اليومي ديالهم،
يعني وعندهم اطفال ذوي ثلاثي الصبغ اللي كيعانيوا معاهم، ما عندهمش حتى المركوب باش يمشيوا لاسوسياسيون اللي غراتوي، ما عندهمش الفلوس. دونك انا ما كرهتش الحكومه المغربيه انها تطرق لهذا الموضوع عاجلا، حيت الصراحه الناس كيعانيوا مع وليداتهم، ماشي غير هاد الوليدات ولكن اطفال معاقين بصفه عامه. كنصيحه اللي قدرنا نعطي للاباء ذوي اطفال متلازمه الداون انهم يتعاملوا مع الاطفال ديالهم بطريقه عاديه، ما ياخذوش بعين الاعتبار انه هذا الطفل هذا هو طفل فيه وضعيه اعاقه، بل بالعكس يعني ملي كنحطوه في وضعيه اعاقه حنا كنزيدوا نصعبوا الوضعيه. من الواجب ديال الاطفال الاباء ذوي الأطفال الآباء اللي عندهم أطفال ذوي متلازمة الداون أنهم يتعاملوا مع الأطفال ديالهم بطريقة عادية كسائر الأطفال، وذلك باش يكون عندهم نمو طبيعي كسائر الأطفال. كاين تحسن بالنسبة لها، وهذا الشيء ناتج عن لابريزون شارج المبكرة اللي درت لها اللي يتكلفوا بها المختصين. يعني احنا بدينا لابريزون شارج 5 موا يعني 5 شهور، وكنت غادي نديها لها قبل، مي مالوزمون كان عندها تشوه في القلب ودرنا لها جوج عمليات، هو اللي خلانا اننا نتعطلوا حتى الخمس شهور. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.